غابت ضحكتهما عن وجهيهما الملائكي ورحلتا بصمت. لجأتا إلى لبنان هربا من الحرب في بلدهما، فإذا بنيران البؤس والإهمال تلحق بهما. آية وحلا ابنتا الأربع والست سنوات نامتا لتحلمان بالعودة إلى منزلهما، فكان حلم بشع خطف منهما حياتهما. آية وحلا قضتا اختناقا على أثر تنشقهما ثاني أكسيد الكربون من شمعة بدل أن تضيء عتمتهما أحرقت باكرا عمرهما الصغير. امبارح بالليل قطع الكهرباء الساعة 6 تقريبا، عطميني المي نيمت الاولاد بالاوضة، وطلعت برات البيت وحطت شمعة سيت نقطع الكهرباء وحطت شمعة نايمة مشان الضوء. فجأة بعد ساعة جاي من السهرة بتفاجئ انه البيت محروق عم تعس الدخان تبعا، وراحوا لبنان صرخت صرخت جامعة طجي. والد الطفلتين المفجوع بالكاد يتكلم والصدمة بادية على وجهه. احترق البيت وماتوا الاولاد، الله يرحمهم، ما بدنا غير الرحمة عليهم. الشباب يخبروك والله ما يقدرون يخبروك. غصة الوالد أبلغ من أي وصف للمأساة التي تضاف إلى معاناة اللاجئين السوريين اليومية.